سريعا المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة إيكوتي. ساركيس أهلا بك. يعني لا زالت المشكلة موجودة، مشكلة سلاسل التوريد عالميا، وواضح من أعداد السفن العالقة في الموانئ أنه هذه المشكلة مستمرة. هل فقط تجاوزنا البيك؟ هل تجاوزنا أعلى مستوى ممكن من هذه الأزمة، أم أنها لا زالت من الممكن أن تتفاقم بشكل أكبر؟ باعتقادي أن الأزمة بدأت ومستمرة وسوف تستمر على الأقل لأشهر إذا لم نتكلم عن عام 2022 كاملا. فنحن هنا نتحدث عن سلاسل إمداد تختنق الآن، رفوف المتاجر شبه فارغة، ونحن مقبلون أيضا على موسم يزداد فيه الطلب على مبيعات التجزئة وغيرها، مما قد يضر بالشركات كثيرا. نحن الآن نواجه نمو كبير في الطلب العالمي بعد التخلص من أغلب آثار جائحة كورونا، لكن المعروض لا يستطيع الوصول إلى المستهلك. فأعتقد أن هذه الأزمة ما زالت لم تصل إلى ذروتها بعد، لأننا خصوصا احنا حاليا عم ننتظر موسم الاعياد اللي بتزداد فيه وبشكل كبير المبيعات بالعاده، لكن الان هنالك قلق كبير. تسلا ننتظر اعلان نتائج هذا الاسبوع، في عندنا ايضا فيدكس اعلنت عن نتائج اقل من التوقعات. كل هذا يدل الى اننا امام حاله من الضعف الكبير التي قد نشهدها في الاقتصاد العالمي، كذلك باداء الشركات. يعني لما نطلع ايضا وننظر الى الارتفاع الكبير في الأسعار، هذا بحد ذاته قد يكون أمر مقلق. الارتفاعات في الأسعار جعلتني الآن أعتقد بأن التضخم القادم إلينا قد يكون تضخم كبير، فاختناق سلاسل الإمدادات والتوريد وهذا كله قد يستمر لفترة طويلة وليس لفترة قصيرة. أود أن أتحدث لو أسعت للوقت الآن عن بعض الأمور التي هي فقط قبل أن أتجاوز هذه النقطة. قبل أن نتجاوز هذه النقطة ساركيس، الكثير من الاقتصاديين اليوم قد يختلفوا مع طرحك، مع وجهة نظرك، بأنه هذه الأزمة ستنتهي في منتصف شهر أكتوبر حينما تتوقف متاجر التجزئة عن طلب وتأمين السلع الخاصة بأعياد الميلاد وبداية عطلة نهاية العام، وأنها على مدار الربع الأخير ربما ستكون قد انتهت تماما، وتعود الأمور إلى البضائع الطبيعية، والديسربشن أو عملية الإرباك التي حدثت في سلاسل التوريد ستخف تدريجيا. يعني هذه تحليلات أيضا، كيف ترد عليها؟ نعم، الآن لو نظرنا إلى أسباب هذه الأزمة سوف نلاحظ أن واحد من أسبابها المهمة هو النقص الكبير في الموظفين والسائقين للنقل. الآن في عندنا تحفيزات حكومية توجهت إلى العديد من المواطنين إن كانت الولايات المتحدة في أوروبا، والآن ظروف التوظيف أصبحت أصعب على الشركات. لذلك ليس باعتقادي بأن حل هذه الأزمة سيأتي على مدى أيام أو شهر أو شهرين على الأقل. الطلب المتنامي مع توقعاتي باستمرار نمو الطلب يجعلني أعتقد بأن الأزمة لن تنتهي في شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر، وتحديدا سبب ذلك ارتفاع التكاليف على المصانع، صعوبة التوظيف، يعني من غير توظيف ووجود من ينقل هذه السلع إلى المستخدم الأخير قد تبقى لفترة طويلة. فبالتالي اعتقادي هو أن تستمر هذه الأزمة على الأقل لعدة أشهر إذا لم تكن أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة. طيب يعني جزء من هذه الأزمة ربما بدأ في أيام وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، رفع الكثير من التعريفات الجمركية، تصعيب عمليات النقل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني ربما فاقمت من الأزمة. هل تعتقد أنه حان الوقت لتجلس الولايات المتحدة والصين من جديد على طاولة المفاوضات لإيجاد حل لهذا الإرباك، وخاصة في قطاع مهم كالسيمي كوندكتورز أو أشباه الموصلات؟ الآن لا شك أني أتمنى أن يعودوا للجلوس على الطاولة لإيجاد بعض الحلول لهذه الأزمة، لكن أيضا أريد أن أؤكد هنا أن هذه الأزمة ليست فقط مقتصرة على الولايات المتحدة والصين. أمامنا نحن أيضا أزمة الطاقة بحد ذاتها هي أيضا محفز آخر لارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار وأيضا يضر كثيرا في سلاسل التوريد، فهي أمور مترابطة مع بعض البعض. فلا أستطيع أن أقول بأن إيجاد حلول بين الولايات المتحدة والصين قد يأخذ أشهر طويلة، يعني أيام دونالد ترامب كنا نتحدث عن أشهر بل سنوات من المفاوضات حتى وصلنا إلى الاتفاق الذي بدأ وتم تخفيضه قليلا مع جائحة كورونا ونسيناه مع جائحة كورونا ولم نعد نتحدث عنه كثيرا في أزمة
اختلال سلاسل التوريد، لكن هي أزمة موجودة بالفعل. لكن إذا لم يصل المنتج إلى المستهلك النهائي أولا بالسرعة الكافية وثانيا بالتكاليف المنطقية، فهنا أعتقد بأن الأزمة ستتطلب أكثر من جلوس الولايات المتحدة والصين على الطاولة للمناقشات. كيف تبرر أن المنتج الصيني اليوم لم يمرر الزيادات في الأسعار إلى المستهلك؟ لماذا هذا الفارق بين أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين؟ الآن الشركات نفسها بحد ذاتها إن كانت قوية أو إن كانت شركات ضعيفة أو إن كانت الشركات قادرة في الأصل على تمرير هذا الارتفاع سوف تقوم بذلك لا شك. يعني لو أخذنا مثلا في بريطانيا فتكاليف مدخلات المصانع ارتفعت 11%، بينما التكاليف عند أبواب المصانع ارتفعت بمقدار حوالي 5.9% أو حوالي 6%. فنلاحظ أن الشركات تحاول دفع ارتفاع التكاليف إلى المستهلك، لكن في الصين هنالك بعض الأمور المختلفة نسبيا، وذلك لحساسية الطلب الذي انخفض. لو نظرنا إلى مبيعات التجزئة كيف تباطأت في الصين، فهذا يدل بشكل واضح على أن الشركات في الصين داخليا قد لا تكون قادرة على دفع ارتفاع التكاليف بشكل مباشر إلى المستهلكين. احنا كنا عم نتحدث بنمو يفوق 30% في مبيعات التجزئة، ثم فجأة شفنا مبيعات التجزئة تنمو ما بين 2-3%. فالاقتصاد الصيني بحد ذاته بدأ يظهر تباطؤ شديد في النمو. نحن الآن نتكلم عن تباطؤ أجبر بنك الشعب الصيني على اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد، فبالتالي من الصعب على الشركات أن تمرر ارتفاع التكاليف على المستهلكين مباشرة. أنا أشكرك على هذه التحليلات ساركيس تشابريان، وأنت محلل أول الأسواق المالية العالمية في مجموعة إيكويتي. شكرا جزيلا لك. يعني هي أزمة في النهاية.